الخطوط الشرقية، صار دخان نتيجة القصف المدفعي الذي يستهدف المناطق السكنية والمدارس في داخل الخطوط الشرقية. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا قصف مدفعي يستهدف المناطق السكنية تحديدا في منطقة المرج وأيضا في محيط منطقة بزينة، طبعا حغارات الروسية أيضا تستهدف تلك المنطقة. نلاحظ الدخان يتصاعد تحديدا من منطقة المرج، حملة شرسة لم يسق لها مثيل في منطقة المرج وأيضا في أطراف منطقة بزينة. الدخان لا زال يتصاعد حتى اللحظة نتيجة القصف المدفعي الذي يستهدف منطقة المرج بالتحديد. حملة شرسة تطال منطقة المرج في الغوطة الشرقية، كل ذلك يتزامن مع قصف مدفعي وعنيف يستهدف المناطق السكنية. كما ذكرنا هنا منطقة المرج تقع خلفي مباشرة، منذ قليل كان هناك طيران حربي وأيضا طيران سفري. الطيران الحربي ألقى صواريخه على منطقة المرج كما تشاهدون تصاعد الدخان، فأما على الطيران السفري فكان يأتي بالعناصر الروسية وأيضا الإيرانية وأيضا من ميليشيات حزب الله إلى مطار دمشق الدولي. ربما يكون هناك حملة جديدة تستهدف منطقة المرج بالتحديد في داخل الغوطة الشرقية، تقدم ملحوظ لقوات النظام، لكن الوضع تحت السيطرة وذلك لعدم تقدم النظام من جهة مناطق بالا وأيضا محيط منطقة زبدين. حازم الشامي لقناة الجسر الفضائية، الغوطة الشرقية، ريف دمشق.